ممتاز، يعدي حمرون، يعدي حمرون، الكرة مع حمرون يلعبها ممتازة والشافي، يا سلام، جول أول لمصلحة الزعيم، الشافي حطها في الصميم وسجل أول للزعيم، ويا سلام على اللقطة من حمرون إلى الشافي، إلى كرة أروع منها ما فيش، يسجل السد الهدف الأول، وعوى الذيب في ملعب الذيابة، وعوى الذيب في مسرح الذيابة، الهدف الأول للذيابة، هدف أول لمصلحة نادي السد. حمرون شوف المرور، شوف 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 تقدم الحمرون، لمح الشافي حط له الكرة، والشافي لاعب فنان، لاعب لمسة، نقطة الجزاء وعند تنفيذ ركلة الجزاء، محسن متولي تقدم محسن ويضع كرة والهدف، هدف التعادل، هدف عودة نواخذة مرة أخرى في المباراة، المباراة تعود إلى نقطة البداية مرة أخرى إلى التعادل بهدف يسجل محسن متولي بشكل رائع، يضع الكرة في الزاوية اليسار، كانت صعبة جدا على سعد الدوسري، راحت زاحفة بهذا الشكل وبهذه القوة إلى الجهة اليسار، محسن ممتاز، خلفان في تحركه، خلفان بعد أيمن الكرة واصلة إلى منطقة الجزاء، الفرصة قائمة من أجل هدف ثاني، هدف ثاني سجل تشافي هرنانديز، تشافي الذي قد وضع أمر انتصار السد على عاتقه في مباراة الليلة، يعود مرة أخرى المتألق والمتدور الإسباني تشافي هرنانديز ليسجل مرة ثانية في مرمى نادي الوكرة في مباراة الليلة، الهدف الثاني لمصلحة تشافي هرنانديز اللي كان متواجد في مكان سليم وسجل الهدف الثاني وأنقذ فريقه في مباراة الليلة، في مباراة كان من الممكن أن تكون أكثر صعوبة، شوف الكرة مرة أخرى، اشتباه تسلل بهذه اللقطة، اشتباه تسلل باللقطة الماضية لكن ربما من زاوية أخرى تكون أوضح، هذه الكرة أمامك مرة أخرى، ربما لتبديل أخير بالنسبة لنادي السد، هذا المنعطف الأخير من المباراة، الكرة لمصلحة نادي السد على الجهة اليسرى، يا سلام يا سلام يا سلام، ولا تحلى إلا من خلالك يا جوهرة، خلفان إبراهيم سجل الهدف الثالث، هدف ثالث وزملاء سعيدين فيه، خلفان إبراهيم الذي يسجل الهدف الثالث ويضيف هدف آخر لمصلحة نادي السد بهذه اللحظة، خلفان إبراهيم يسجل الهدف الثالث لمصلحة السد، شوف عبد الكريم، عبد الكريم أخذ كرة، عياس ضحك على الدكالي وراء عدى أو محسن تولي ضحك عليه، عبد الكريم خذاه على طول لعب الكرة باتجاه خلفان، وخلفان استثمار رائع جدا.